انت ليش لهلا ما عطيت تريشا الحلق؟ هي اكيد رح تحبه كتير. عم فكر انه اذا كان في عقد بيلبق مع الحلق. معلش اطلب طلب، فيكي تشتري عقد بيلبق مع الحلق من محل الهدايا؟ ايه اكيد. شكرا. بس بصراحة ما بدك عقد معه، كتير حلو الحلق. لا معلش اشتري لي. طيب، حاسة انه في حدا عم يلحقنا. انا نجم، ولاني نجم الناس دائما بيلحقوني، تعودي عليها عادي. ما فيك تفوتي هلأ، نحن بنص الجلسة. جلسة شو هاي؟ هاد الحلق كتير حلو، يعني هاي جلسة تساعدني لألبسهم؟ قال جلسة، قال افتحي لي. حبيبي حبيبي، لا تدفشي لا تدفشي الباب، ارجعي لورا ارجعي لورا يلا. صعب كتير اني ارجع بعد ما صرت قريبة منه كل هالقد. كران اهلين كران. وحدة غبية حتي علي. مرحبا، افتحي الباب كاران، تعال شوف هاي المرة شو عملت. مرحبا. هاي المجنونة واقفة برا على الباب. أنا آسفة لأني عم أزعجك بس لازم نعمل شي. رومايلا واقفة برا؟ ايه. لك انتي ما بتعرفيها لهي، هاي عمته لروهان وما فينا إلا نحترم. طيب منحترمها بس نحنا لازم نعمل شي هلأ لأنه هي واقفة برا. كاران تتذكر الغنية وقت كنت انت عم ترقص عليها وأنا فتت؟ اتنين أحسن من واحد، ثلاثة أحسن من اتنين، الليلة رح تصير كلها ألوان. طيب وإذا طلع روهان مثل مجنون؟ قصدي بلكي هاي الشغلة بجيناته. سيد خانة، الخالة ما دخلها بالجينات أصلاً، روهان شخص منيح بس هذا الشخص اللي واقف برا أكيد رح يعملنا مصايب، بترجاك عمل شي. شو هالمصيبة؟ طيب عملت دجاج وشوية رز وعملت سلطة كمان من اللي بتحبها، هذا اللي حضرته للعشاء. انت ما قلت لي كيف فوت وما رضيت تعطيني المفاتيح، انا ما استسلمت ورحت نطيت من فوق الحيط وطلعت على الانبوب، وطبعا قدرت اني ادخل من البرندة. لساتني مرنة مثل ما بتعرفني. كرام شو هاد؟ انا رح ضل واقفة هون وما رح اتحرك. تيارارا تيورورو لا لا لا. كرام كران. ليك اسمعي، عن جد ما عم بفهم ليش تريشا رح تتزوج، يعني مجبورة تتزوج وهي عمرها 22 سنة، مين بيتزوج بهالعمر يعني؟ ليش هيك عم تعمل؟ كيف فيني أعرف؟ ليش ما تسأل تريشا؟ ليش ما بتروح وبتحاكي؟ أنا شو بده يعرفني يعني؟ شلون؟ رومايلا برا، كيف فيني روح؟ كران يا روحي، أنا أكلت العشاء بس لسه لهلأ ما تحلت، فيني أخذ هدا منك بدل الحلو؟ شو هاد؟ سيد خان اسمعني، إذا بدك توقف شرب وتعالج إدمانك على الكحول لازم نحل كل هالمشاكل هاي اللي عم تعيشها بحياتك العاطفية، لأنه هالمشاكل العاطفية والنفسية بتأثر على علاجك. ومشان هيك إذا بدك تحاكي تريشا لازم بالأول تحل مشكلة رومايلا وتوضح لها القصة. أنت الخبيرة بهيك أمور، يلا حليها. أنا شو دخلني؟ أنا معالجة إدمان مو أكتر. تماما، لأنك معالجة إدمان ولأنه هديك المجنونة ما أدمنتني أنت لازم تعالجيها. أنا ما فيني. أنت نايم؟ خليني شوفك لأنه أنت نايم وبتطلع كتير حلو ولذيذ. شو الله
يا روحي افتح لي يا روحي افتح لي. شفت سيد خانة؟ ما فيك تعمل هالشي مشان تريشة؟ أنا مستعد أعمل أي شي بالحياة كرمال تريشة، بس فكري فيها وشو بده يصير إذا أنا طلعت لعند هاي المجنونة. رح يكون الموقف محرج لتريشة كتير، أكيد رح تكرهني أكثر. طيب خلص أنا رح أحكي معه. ماشي؟ شرط إذا أنا حكيت معه رح تروح وتحكي مع تريشة. إيه ماشي. استنى دقيقة بس. ليك فيك تعطيه لتريشا؟ ايه طبعا اكيد انا بوعدك. طيب انا طالعه احكي معه. بس انتبهي لا تفكري انك تستخفي فيها، هي مجنونه. خلص كتير. سيد خانة عالجت 124 مدمن هيك، بعرف شو لازم اعمل. هلا خلينا بموضوعنا واسمعني منيح. انا رايحه على غرفتي ماشي. ايه. انت اعزمها على الغرفه لجوا، وبعد دقيقه واحده بس. بعد دقيقه بتجي لعندي على غرفتي، بس ليك بتجي لحالك ماشي. ماشي يلا افتح. حبيبي كاران، يلا حبيبي افتح لي. واخيرا فتحت لي حبيبي. ليش طولت علي كتير لفتحت لي الباب؟ تفضلي عادي تفضلي. هو انت اقعد معي؟ ايه رح اقعد طبعا، بس دقيقة واحدة بس ماشي. دقيقة واحدة بسرعة. يلا جايك. يلا واحد اثنين ثلاثة. هلأ شو؟ خد هاد وخليها تشرب منه. شو حطيتي بها؟ لا تكتر أسئلة، روح شربها منه يلا. كاران ليك ميقجيت وهي عصير لألك. تشربني انت؟ ايه اكيد، انه ليش لا. ايه حلو، اشربي كله. برافو عليكي. ممتاز. داخت تأثيره سريع. طنبورة تعي ساعديني. طيب ماشي يلا. يلا سطحها هون لشوف. شوي شوي منيح. وهلا يلا اطلع من هون بسرعة، روح لعند تريشا واعطيها هاد ماشي. ايه ضلي معه. ايه رح ضل معه. طيب ماشي يلا روح، بتمنى لك التوفيق. ماشي ماشي سلام. سلام موفق. مستر خانة، أنا عم روهان زوج رومايلا. أنت زوج رومايلا؟ شفتها لرومايلا بشي مكان؟ أنا رومايلا. لك أنا عندي من هي السماعة بس أنت كأنك ما بتسمع. لا 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 لا. مو كأنه قال لا أربع مرات؟ وأنا سمعتي منزوعة وما عم اسمع. لا ماما ما فيها شي، قالها أربع مرات. ألو يلا يلا جاي عفوا. هو بيشتغل بالأفلام مو هيك؟ اي بس كأنه مغرور شوي. لا لا تأذيني، أنا ما دخلني. بترجاكم حدا يساعدني، تركيني وبعدي عني، تركيني بعدي عني. يلا رحبوا معي بأحلى عشاء روهان وتريشا. نحن اجينا. شكرا يا شباب. شو هالمفاجأة هاي؟ انتو الاثنين كيف اتفقتوا تتزوجوا؟ انا رح قلك، هاي غلطة روهان، خلاني غير رأيي. انا عم حاول اتقرب منها من زمان وخلتني عاني 5 سنين، وهلأ واخيرا نحن رح نتزوج وما رح تقدر تهرب مني. انا بحبه لروهان، لو كان حدا تاني اكيد كنت ضربته، بس روهان شب حلو مهضوم وأنا ما فيني أرفض له طلب. لهيك إيه روهان أنا رح أتزوجك.
طيب هلا بدنا نبلش السهره بلعبه، لعبه الشرب. قواعد اللعبة مثلاً إذا قلت إنه أنا ولا مرة قدمت خطاب قدام أكثر من 50 شخص كانوا موجودين. كون عن جد ماني عاملة، وكمان ما حدا تاني غيري عاملة، فبشرب. طيب دوري دوري، ولا مرة سرقت من الماركت؟ في حدا؟ غريب عمي. أهلين. مرحبا. جيت بوقت مو مناسب، حسيت إنه قاطعتكن عن شي، بعتذر منكن، برجع بعدين. شو كمان رح تروح؟ تعرف شو؟ من أنا وصغيرة ما شفتك إلا عم تتركنا وتروح. لا تروح، تعال اقعد، اقعد معنا. ايه روهان، انت كيف التقيت بتريشا؟ انا عن جد عم تسأل قبل اسبوع من العرس؟ لا انت كتير متأخر مستر خانة. عمي نحن عم نلعب لعبة، أنا ولا مرة لعبة الشرب، أكيد أنت بتعرفها منيح لأنك بتحب الألعاب. يا شباب أكيد لو كانت لعبة الشرب رياضة بالأولمبيات لكان هلأ فاز بالذهبية، مو هيك مستر خانة؟ طيب ماشي لكان منبلش. أنا ولا مرة وقعت بحب رجل، في حدا؟ أوه يا شباب برافو. أمي رميلة مانا بالحمام، غريب وين راحت؟ أكيد بتكون طلعت من هون، يلا تعاخدني لبرا. يلا بسرعة. كم حبة عطيتيها؟ أنا عطيتها نص حبة شاري، بس شايفة إنه في أكتر من حبة ناقصة من الظرف، مو بس نص. ناقصة؟ واقعين ولا أخدتهم؟ شكلها المجنونة بلعتهم شاري. لك هدول ثلاث حبات ونص؟ رخصتي الطبية، يمكن تنسحب مني إذا صار لها شي. طيب ممكن يصير هيك من نص حبة؟ أنا ولا مرة خليت بنت عمرها 6 سنين تنطرني بحفلة عيد ميلادها. بابا امتى جاي؟ لانه هلا وقت تقطيع الكيك وناطرتك. أنا ولا مرة نسيت إنه أحضر اليوم المدرسي السنوي تبع بنتي وهي بالحضانة. شو ناطر؟ يلا شراب شراب، إذا بتريد شربها يلا. أنا ولا مرة بحياتي كذبت على بنتي وقلت لها إنه أنا جاية بكرة بكير وبعدين بختفي لثلاث شهور وما عاد ببين. يلا شرب. أنا ولا مرة كنت ماني موجود بتخرج بنتي واستلام شهادتها، وبكل لحظة مهمة ما تركتها أبداً بحياتها وقت كانت كتير بحاجتي وبحاجة دعمي إلها ووجودي جنبها. صدقني بتذكر كل شي. تريشا صار دور غيرك. دقيقة بس حبيبي،
يعني أنا لحتى أقدر أحكي معه لازم كون شربانة لحد معين، وأنا هلأ شربانة. بس اطلع عليه، يعني هو عذب حاله وأخذ وقت من جدول مواعيده المعجوق كتير مشان يحضر تجهيزات عرسي. هالشي كتير نادر إنه يصير. آه، إمتى صارت؟ أنا ولا مرة رحت وتركت مرتي قاعدة لحالة بالبيت بس لأنه كانت حياتي الشخصية أهم بكتير من حياتي العائلية. سيد خانة بكفي هيك، تعال معي. سيد خانة مو مرضتك صارت هون، فيك تمشي. أنت منيح؟ أنا منيح منيح. سيد خانة الخمستعش دقيقة تبعك خلصوا، إذا بتريد تعال نام، الوقت تأخر كتير لهيك إذا بتريد تعال يلا. سمعتي بنتي الوحيدة عم تناديني بسيد خانة بدل بابا؟ إيه أنا سمعتها، سمعتها منيح كتير، وأنا قلت لك إنه نحنا رح نلاقي حل لهالمشكلة هي بكرة، بس هلأ أنت لازم تنام، يلا قوم تعال معي. خلاص اتركيني وتعالي. لك عدي. ليش؟ أنت غريبة، مفكرة إنه النوم حل المشاكل؟ مفكرة حالك كم بهركان؟ أنا كاران وأنتي كم هركان؟ إيه؟ ماني كم هركان، هي المرة اللي نايمة بغرفتنا جوا هي بتكون كم هركان. بتعرفي شو؟ ما رح أقدر أعملها. انتبه. رح أتصل بهيراني وألغي الاتفاق وأقول له إنه ما رح أعملها. طيب بكرة بنحكي بهذا الموضوع. هلا. انسى كل شي وفوت ارتاح. فكرة منيحة. دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. خلينا نفوت على الغرفة يلا. إيش إيش. يلا انتبه لا تطلع ولا صوت لأنه هي نايمة. ما بدنا نفيقها. يلا. طلعي من دقيقة واحدة. سيد خانة إذا بتريد. طيب. شو هالمنظر؟ ليكا. غرقاني. مرحبا، أنا بدي أحكي مع الأستاذ هيراني إذا بتريد. شو عم تعمل؟ مرحبا. ما فيك تحكي معه هلا. أعطيني الموبايل هلا. أنا رح أفوت خبي هالموبايل. لا إذا بتريدي. هاي رح تنام هون اليوم؟ هيك؟ حبيبي. هي شو عم يصير؟ هي مأزية شوي بس أنا حابب هالشي. سيد خانة قوم خلص. مرحبا. يلا قوم قوم معي يلا. يلا قوم على غرفتك. يلا لازم تروح تنام وترتاح. رح تضل هيك مسطحة؟ ايه هي رح تضل هيك لفترة بس انت روح على غرفتك. يلا ماشي. يلا فوت نام يلا. هاي البنت ما لازم تنام هون لأنه هي خطيرة كتير. ماني عارفانة مين أخطر أنت ولا هي. يلا نام يلا بسرعة. هاي عم اشلح بوطي. أنا ما كان لازم أجي لهون. وأنا كمان ما كان لازم أجي لهون. لك إذا بنتي الوحيدة بتكرهني. هي ما بتكرهك أبدا سيد خانة، هي بس موجوعة. هاي العلاقات السيئة كتير بشعة، إذا ما اعترفت بالفشل ما رح تقدر أنك تبين مشاعرك. على كل حال نحن بكرة بنحكي بهذا الموضوع. هلأ أنت نام ماشي؟ تصبح خير. طنبورة. بحياتي ما كان قصدي إني أزيها، بس الوضع هلأ كتير سيء، يعني لدرجة إن ما قبلت تحكي معي حتى وهي سكرانة. أنت بتعرفي راديكا وقت انفصلت عني وأخذت معها تريشا، أنا ما عملت شي ولا مرة بحياتي حاربت من شان ضل مع بنتي.
وقت مثل بفيلم أنا ما بخلصه إلا بحالة واحدة إذا كان في من وراء شي محرز، بس وقت تتعلق الشغلة بعائلتي ما بهتم أبدا. أنا ولا مرة حاولت أني جرب أهتم بعائلتي. اليوم عائلتي كانت قاعدة قدامي بس أنا ما كنت أبدا جزء من هالعائلة. وهلأ تصوري عن العائلة السعيدة هو عائلة حدا تاني غيري. أنا ولا مرة بحياتي كان عندي عائلة بتضايقني. أنا شخص سيء. رومايلا؟ يي لوين راحت هالمرة؟ لك وين راحت هي؟ شو اللي عم يصير بهالمكان؟ أكيد لساتها هون. مستحيل. رومايلا؟ منيح لساتها عايشة. منيح منيح. ايه شو صار؟ لقيت رومايلا غميانة بغرفة القعدة، بس الكل عم يدور عليها هلأ. رح تكون مشكلة إذا طلعت من الغرفة بهي الحالة. شيري أنا محتارة كتير، ما بدي حدا يشوفها وهي بهالحالة أبدا. تعرفي رح تصير مشكلة كبيرة كتير، والمشكلة الأكبر رح تصير إذا رومايلا شافت السيد خانة وهي سكرانة وفاقدة الوعي. شيري لا لا، هو شو رح يعمل؟ هو؟ لحظة، ليش ما عم تنادي سيد خانة يعني؟ قصدي فهمت وجهة نظرك، بس حبيبتي إذا عم تصير معكم كل هالشغلات سوا معناها انتهى أمرك. تماماً شيري، بس أنا علقانة هون هلأ. بصراحة كتير تعبت، ما عم أعرف أتصرف أبداً. أنا بحياتي كلها ما غبت عن البيت كل هالقد. حياتي ما نمت بنفس الغرفة مع رجال، ولا بحياتي سممت العصير لحدا، وكمان بحياتي ما خفت لهالدرجة هاي. شيري المجنونة اللي عم تلاحقني رجعت لعقلة. ماشي انتبهي منيح، ردي على اتصالاتي لا تطنشيني. يا ويلي نجارجان. شو عم تعمل هون سيد خانة؟ مرحبا. شو هاد سيد خانة؟ دقيقة سيد خانة لو سمحت روح على غرفتك، هاي غرفتي. بعدين ليش هيك بتنام؟ لو سمحت نام منيح باحترام. افتلي شوي. شو؟ شعرك. ليش عم تطلع فيني هيك؟ اسمعي شو مكتوب على كنزتك؟ انت شو بدك هلأ؟ الوحوش بتحتاج حب كمان، هذا اللي عم حاول اقوله. سيد خانة احترم حالك ماشي؟ انا بعرف انه انت بتعتبريني وحش، بس بتعرفي شو؟ أنا عن جد بحاجة حب. قلتلك احترم حالك سيد خانة، ما فيك أبدا تحكي معي هيك ماشي؟ تصرفك هاد مو منيح، روح على غرفتك يلا. ممكن تهدي شوي؟ ناجارجان أنا ما كان قصدي عنك بالحكي، أنا عم أحكي عن بنتي تريشا. بعرف أني غلطت وقصرت كتير معها بحياتي، بس هي لازم تسامحني هلا. بدي حبها، بدي عاطفتها، بس بنتي ما بتحبني أبدا. مو صح سيد خانة، هي مستحيل تقدر تكرهك. شو بيعرفك انتي اذا هي بتحبني ولا لا؟ تعرف انه هاي شغلتي. ايه مزبوط. وشو بتعرفي كمان؟ بعرف يا سيد خانة هاي اول مرة بيصير بيناتنا محادثة صادقة. بتعرفي شو يا ناجارجان، انا بكون شخص احسن بكتير لما بكون شربان، بس انت عندك مشكلة كبيرة مع المشروب. شو غريبة هالشغلة. سيد خانة صار لازم تروح تنام بغرفتك هلأ. ماشي رايح. ايه امتى سيد خانة نمت؟ صار لازم اتعقيم الكتاب.
وهلا كيف بدي اخده؟ ايه انا اساسا مو مرتاحه هون، وكمان اجا ينام على تختي. انا رح اطلع. قولي شو هالقرف؟ شو هاد؟ ليش السيد كاران مو بغرفتي؟ شو؟ بغرفتك؟ أضل ليلة بتختك؟ لا 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 لا، انت فهمتي الموضوع غلط. السيد خانة بتختي، قصدي انا بتخته. شو؟ على فكرة انت فهمان الموضوع غلط. هو وينه؟ كاران؟ هو انا رح شوفه دقيقة. حبيبي وينك؟ أغراضه مو موجودين كمان. شو قلتي؟ ايه عم تمزحي معي؟ رح اتصل فيه. كارو انا رايح، رح نعالج الادمان بمومبي. كاران خانة راجع مومبي؟ مو معقول كاران رح يرجع مومبي؟ ما رح خلي هالشي يصير. ما رح خلي هالشي يصير. لا 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 لا، ما رح خلي هالشي يصير. أنا رايحة معك. مدام، يا مدام، اطلب منه يعطينا رقم مفر الشرطة. ما عم ترد علينا من امبارح. هلا وين ممكن تكون راحت هالمجنونة؟ اتصلنا كتير. رومايلا وين كنتي؟ عم ندور عليكي. رومايلا خوفتينا كتير. لك وينك من امبارح انتي؟ كنت بالنادي الصحي، عملت مساج، كان كتير مريح يعني، كنت هنيك. طيب عم يستنونا هلأ، تعي لهون. يلا خلينا نروح لأنه تأخرنا. يلا 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 نروح. يلا يلا. عم تمشي لعندي وعم تطلع لهنيك. سيد خانة وقف، سيد خانة وقف 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 وقف. انت كيف بدك تروح هيك سيد خانة؟ اسمع سيد خانة، هذا هو الاخلاص. لازم تستلم جائزة افضل موظفة على الاطلاق. سيد خانة، سيد خانة رد علي. سيد خانة انت ما فيك تروح هيك. ماشي، اجلت لك تاكسي، حاولي ما تخلي ينطرك كتير. لا انا ولا انت رح نروح لاي مكان. بعدي لو سمحتي. لحظة، شبك؟ أنا ما رح خليك تروح. إذا ما بعتي هلأ من قدام السيارة عن جد رح أدعسك. شو هالإخلاصك؟ اتفضل، هاد أسلوبك صح؟ حتى هيراني رح يكون مبسوط. شو هالمرة الغريبة هي؟ ما عم صدق. إذا دعست مستشارتك رح ينبسط. خلصيني من هيراني، انتهيت منه. طيب ماشي، قلي شو رح تقدر تساوي هلأ إذا أنا خبرت صهرك إنه خالتك قضت كل الليلة مع السيد كاران بنفس الغرفة مبارح وبنفس التخت. شو عم تحكي نقاشان؟ شو قصدك؟ انت بتقدر تستسلم بس انا مستحيل. ماشي، انا ما اشتغلت كل هاد بس لحتى تبطل وتروح بهالسهولة. اذا حضرتك عم تبتزيني مشان تحتفظي بمهنتك فبيكون تصرف كتير رخيص منك. ايه
مشان هيك أنا الأفضل بمجال شغلي سيد خانة. أنت ما بتعرفي شو عم تعملي، عم تلعبي معي أنا، عم تلعبي مع كران خانة. أنا بس كنت عم جرب أحترم عمرك، بس هلأ استني وشوفي شو رح أعمل. ملاحظ أني عملت عمل مو أخلاقي مشانك؟ اطلعي هون، طلعي على وشي، مبين شي إنه هاممني. ها؟ لكن أنت عن جد مفكر إنه أنا فيني حط لها سم بكاسة العصير؟ هيك رأيك؟ أوه مدام، أنا ما بعرفك كتير منيح، بس أي شي ممكن. السرعية اللي طالعتي فيها الحبوب من الظرف بتبين إنه عندك سنين من الخبرة. بحب خبرك إنه الجواب هو لا. ماشي سيد خانة؟ وصار دورك تسمعني. شو ما عملت وقد ما حاولت تهرب مني، أنت لازم تكمل معي هاي الدورة، ماشي؟ شوف قديش عريضة، كران خانة عم يرفض بس هي ما عندها استعداد تسمعه. هذا الإخلاص سيدي، هذا الإخلاص. يا خالي، أنت عم تعصبي كران خانة هلأ، وأنا لما بعصب بيصير رح ينفجر بركان على المشتري يعني؟ اسمع سيد خانة، أنا عندي صور ل 124 شخص مثلك موجودين على الحيط ببيتي، وأنت رح تكون رقم 125، يعني نظيف وخالي من الكحول ومتعالج من الإدمان. اسمعيني منيح تنبورة نجارجاني، على قيمة أنت. شو؟ بس استني علي شوي وشوفي كيف رح خلي حياتك تصير عبارة عن جحيم. شو قلت؟ اسمع سيد خانة، أنت ما فيك تتركني. مو قدراني أخلص من حماتي الختيارة، وفوق كل هاد في هديك المرأة البشعة اللي دخلت بيني وبين كاران. أنا عم لاحق كاران من زمان كتير، ما رح خليه يفلت مني هلأ. بنتي عم يجعوكي رجليكي شي؟ سرعي شوي شبك، شوفي قديش حلو الطقس اليوم. حماتي هذا كرسي متحرك مو سيارة فيراري، قديش صلنا عم نمشي ها؟ خلينا نرجع عغرفتك. سيد خانة ما بيصير تهرب هيك. سيد رومايلا، مرحبا. مرحبا، كيفك مدام؟ كيف صحتك؟ شو صار؟ لسه مبارح بدلت البطارية تبعها. ايه لا تاكلي هم مدام، القصة بسيطة كتير. أنا رح بدل لك السماعة، مو بس البطارية، رح جيب لك واحدة جديدة يعني. ليك اسمعيني منيح، هنيك شايفة هديك المرأة ورا العشب؟ هاي المرأة حطت لك سم بكاسة العصير وقت كنتي بغرفتي، صدقيني. قلولي انتو شو عم تحكوا؟ ما عم اسمع شي، البطارية غيرتها مبارح. رح نبدل لك البطاريات، ليش عملت هيك؟ هاي المرأة غيراني منك كيف انا وانتي سوا، مشان هيك نيمتك هي. غيراني؟ انتو شو عم تتوشوشوا؟ انا ما عم بقدر اسمعكن، ما تصلحت هالبطارية معك لسه. حماتي طلعت المشكلة بالتردد مو بالبطارية، التردد تبعك ما عم يتطابق. انا ما عم بسمع شي ابدا. التردد. يلا انتبهي. سيد خانة، سيد خانة، ما فيك تهرب من هالوضع هيك كل مرة، ماشي؟ شو كنت عم تقلها لرومايلا؟ متأكدة إنك حضرت خطة تدمير ذاتي هالمرة. ايه طبعاً حضرت خطة تدمير، بس مو تدمير ذاتي أبداً. ها بالمناسبة ما لازم تضيعي وقتك بالحكي معي هلأ، لازم تركضي. ركضي مدام، ركضي. هنيك شوفي هنيك، كنت عم تقولي إنك ما بتهربي من هيك أوضاع، ما هلأ رومايلا رح تخليكي تهربي من هالوضع. ركضي يلا. فرجيكي أنا. هيك هيك حلو، يلا يلا بنتي، يلا أسرع. فيشال، أنا ما بعرف شو المشكلة بالضبط، ما عم أفهم ليش دائماً بيجزم المجانين لحياتي هيك، عن جد ما عم بفهم. كران لا تخاف، أنا حكيت مع المدير هنيك وهو قال لي رح يتصرف فوراً. طيب ما فينا نبعتها السجن بس كم يوم؟ خليها تتعلم كيف توقف بوشي مرة تانية، هالشي ضروري. وينها هلأ؟
لا تقرب منها. لك عم حاول بس هي عم تبتزني دائما وتلاقي طريقة لترجعني على الغرفة. رومايلا معك بنفس الغرفة؟ ليش مين قال لك عم احكي عن رومايلا؟ انا عم احكي عن هديك المرأة الكبيرة على اساس دكتورة وهي بتشبه الساحرات. دكتورة نكجان؟ ايه. لك عم تتدخل فيني كتير. طيب شو عملت؟ ما بعرف بتضل بتقول عني اني ما بعرف كتير شغلات عن بنتي وقال لازم اتعرف عليها وهي بنتي وبتعيد وبتكرر نفس الحكي. كاران كاران هي مو غلطانة. شو بتعرف عن بنتك؟ شو قصدك شو بعرف؟ هي بتحب موسيقى الروك وبتحب الكلاب وبتحب الأفلام الهندية وشو كمان؟ عم تطلع على صفحة الفيسبوك تبعها صح؟ شو بتعرف؟ انت ما بتعرف شيء. لازم تعرف اكتر عن بنتك. رجعنا لنفس المشكلة، ما في داعي تضل عم تعيد وتزيد بنفس الحكي. شوف شو فيك تعمل وخبرني وبحكي معك بعدين. سلام. 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 بابا؟ ايه مزبوط هالحكي. ماما معك حق. بابا انا رايحه على السوق هلا. بس لا تقولوا شي لروهان. في مفاجاه لروهان وما لازم نقله. خلص منعرف. بابا مشان هيك انا بحبك كتير. ايه وانا غيرانه كتير. ماما لا تغاري بحبك كمان. وانا بحبك يا بنتي الحلوه. يلا انا تاخرت. نشوفكم بعدين. سلام. سلام. بحبك. ايه فارون. ايه انا هلأ طلعت من البيت بحكيك بعدين. يلا بشوفك. سلام. روكاتون 2017. هاي بتكون بنتي؟ استاذ استاذ في اخذ صورة؟ وانا كمان استاذ. وهذا ممثل؟ براهنكم انه هذا هو. بتروحوا لعنده؟ مرحبا. بقدر اقعد معك؟ ايه تفضل اقعد. انا رح روح. لا لا عادي. شو كل هاد؟ اكيد بتعرف سيد خانة. لا خليني احكي لك. بتبلش با يا يا را. ايه ايه بعرف انه بيرا. بس قصدي ديري بالك عندك جينات تخليكي مدمنة مثلي. ايه بس هالشي مو ممكن يصير بدونك ابدا. صحيح شو عكس كلمة شكرا؟ بدي اقلك هديك الكلمة. يعني رح تتزوجي؟ لا لا انا جبت اهلي لهون بس مشان اشتري اواعي. انت بتحكي مع امك هيك كمان؟ ما قعدت معنا اخر 15 سنة، معناتها اكيد نسيت. لا اكيد ما بحكي معها هيك. لا ما نسيت. متذكر. انا بتذكر راديكا كتير منيح. هي ما في مثلها. تريشا انا بدي احكي معك. موافقة. بس كل الاناني اللي شربتهن على حسابك، ورح ضل عم بشرب طول ما انت عم تحكي. بس بتخلص بوقف. بس جزداني ما نو معي. دائما رح تخيب ظني فيك. بحياتك ما حققت لي أمنياتي. أنا أبوها كيف فيني جيب لبيرة؟ بس ما رح تسمعني إذا ما جبت لبيرة ونفذت الشرط تبعها. إيه صحيح إذا كتير حابب فيك تشتري أي شي بدون جزدانك. هي إذا بدك أنت. كيف؟ دقيقة واحدة
يا شباب يا شباب، تعالوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا، الكل يسمعني. انتبهوا لعندي كلياتكم، احذروا مين في معنا هون بالحفله، تعالوا شوفوا مين في هون. لك انت شو عم تعملي تريشا؟ انا يلا خدوا سيلفي معه مقابل بيره واحده، سيلفي مقابل بيره. يلا يا شباب معنا العظيم كاران خانا. في مشكله جبان؟ لا عن جد، استني وشوفي. مرحبا. ماشي ماشي بكفي يا شباب، مين بده ياخذ سيلفي معي؟ ممتاز، يلا تعالوا يلا. اثنين بيرة لكل صورة سيلفي، يلا شباب. استاذ خلينا. طيب طيب شكرا لك. اهلين اهلين. اي حلوة، يلا تعال. حلو. بعدوا لي شوي لو سمحت. شكرا شكرا. ها شو كان في وحدة من شوي عم تقول اني ما قدرت حقق لها ولا امنية بحياتها كلها، صح؟ ماشي، انت ليش هون؟ لمعالجة الإدمان. أنا مدمن كحول. قليلي، وين روهان هلأ؟ أنا عم بتعالج من الإدمان. لازم ما عاد فكر بقصص الزواج هلأ. فهمت. ليش لا تتزوجي؟ لأني ما فيني أكون مثلك، أنا بهتم بمشاعر الناس. تريشا، ما بدي تكون ردة فعلك هيك. إياكي تاخدي قرار غبي، هاي ما أنا مزحة أبداً، الزواج قرار كتير كبير يا بنتي. لا 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 لا. بتعرف شو؟ لفتت انتباهي يمكن خمس ثواني، بعدين ليش عم تحكي كأنك أب؟ كان ضروري تعمل كل هاد الشي؟ سيد خانة، إذا احتجت لأي نصيحة أو محاضرة أكيد رح روح لعند أبي وأسأله اللي بدي إياه، قصدي أبي أنا، ما بدي إياك مشان هذا الشيء. طيب لهلأ ما فهمتني أنت ليش موجود هون؟ لأنه عرس بنتي، برأيك هذا مانو كافي؟ صحيح، وينها؟ مو مرضتك؟ تركتها بالفندق. انت ما رح تخبر حدا انك شفتني مو هيك؟ ماشي وافقت، بس بهالحاله ما رح تخبري ممرضتي اني كنت هون كمان، اتفقنا؟ اتفقنا. صحيح انت بتشربي هيك كل يوم؟ شو؟ انت مجنون؟ اكيد لا، مو كل يوم بشرب، بالعطله بشرب اكثر شيء. صحيح، قلتي لي إنه طول ما في بيرة على الطاولة رح نضل عم نحكي، فيني أحكي معك؟ تريشا بدي أقول. بدي أقول آسف. شو؟ بدي شوف براد بيت، فيني شوفه؟ لا، ما منحصل على كل شي منتمنى. شبك؟ ليش عم تضحك؟ بعرف انك هلا كثير كرهانتيني وما بدك تحكي معي، بس ما عندك فكره نهائيا قديش انت مثلي، مثلي تماما، انت عن جد نسخه عني. قصدك مخادع واناني وبيتمسخر كثير. ايه مسكين روهان،
مسكين روحان. Mm-hmm.